على المركز الأول مسيطر على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني ناتي على المركز الثاني في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. يا سلام، ياتي في هذه اللحظات الحريثي يتقدم على المركز الثاني، وسعيد بالعصري بالحب العامري ياتي في ثاني المراكز. اما المركز الثالث فشاهين لحمدان بن احمد بن سعيد بن منانه على المركز الثالث. المركز الرابع وصل فيه دغار، ياتي في هذه اللحظات تعود ملكية السيف بن سعيد بن خيرات العامري يتقدم في هذه اللحظات اللي هو ذرغام تقريبا الى اللي انطلق، بينما هناك في هذه اللحظة على المركز الخامس اشوف خامس المراكز، وهذا مهدي محمد بخميس بالصوب الاكتبي على المركز الخامس والمركز السادس. سادس المراكز يتواجد في المختبر لعلي بن حمد بن قناص العامري المركز السابع. سابع المراكز وهذا مكلف لسعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري في المركز السابع والمركز الثامن. ثامن المراكز، شوف التحركات وشوف التحديات على المركز الثامن. هذا منصف والدحبة بن قنزول بن حمرور العامري يقدم منصف، بينما المركز التاسع وهذا الحذر لمطر بن عيد بالكوس في تاسع المراكز، والمركز العاشر اللي وصل في ظبيان وعوض بن حمد بن سالم بن سليم الشيباني الاكتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار وفي هذا اللقاء. يتقدم على المركز الأول سلاب، يا سلام يا سلاب، منصور بن سعيد بن منانة يقدم سلاب على المركز الأول. المركز الثاني ياتي فيه شاهين وحمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة يقدم شاهين على المركز الثاني. والمركز الثالث في هذه اللحظات المختبر لعلي بن حمد بن قناص العامري وصل في المركز الثالث. أما المركز الرابع الحريثي لسعيد بالعصري بالحب العامري يتقدم، بينما هناك أيضا بالصوب ياتي ويقدم مهدي محمد بخميس بالصوب الاكتبي، وبن خيرات كذلك من يقدم ذرغام في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع في هذا التحدي. سيف سهيل بن خيرات العامري، يا سلام، تحركات وانطلاقات. يشوف هناك دخول في هذه اللحظات، وهذا هو مكلف لسعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري ياتي في هذه اللحظات، بينما من الجانب الآخر 23 هذا وصل اللي هو صايب سعيد بن منانة بن غدير الاكتبي يقدم صايب في هذا المسار. يا سلام، نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى التحديات الأولى في هذا المسار وفي هذا اللقاء الجميل هنا على أرضية ميدان المرموم. أروح مع شعار بن منانة، ما شاء الله، الحاضر والمتقدم والمتسيد على مسار الشوط. هذا هو اللي في المركز الأول مسيطر على مقدمة الشوط، وهذا هو سلاب منصور بن سعيد بن منانة يتقدم مع سلاب على المركز الأول، وحمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة كذلك على المركز الثاني، ومقدم لنا شاهين. يايب شاهين في هذه اللحظات، يا سلام على السيطرة. فملي بن منانة على مقدمة الشوط في هذا المسار وفي هذا التحدي على انطلاقة هذا
الشوط. يا سلام يا سلام، ولكن ولكن شوف المنافسات، شوف التحديات، الكل راقب في الناموس وامر مشروع للكل. وصل في هذه اللحظات وتحرك اللي هو مكلف لسعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري، بدا يتحرك، بدا يصل على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا يتواجد في هذه اللحظات شعار المزروعي، هذا ناصر بن خلفان بن عبد الله المزروعي، مع مرحب بهذه الانطلاقات. يا سلام، بدأت الأمور، بدأت تقارب، وصل عملاق العناوي، كذلك شعار سعيد بن مظفر بن خموشة العامري في هذا المسار وهذا اللقاء الجميل. يا سلام، تحديات وناموس في هذا التحدي والأثارة. نعود إلى المراكز الأولى، نعود إلى المركز الأول، وهذا هو مكلف، مكلف سعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري يسيطر على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني وصل فيه نهاب أحمد بن مظفر بن خموشه العامري يتقدم، وبالصوب مهدي محمد بن خميس بالصوب، وكذلك الثالث اللي هو مرحب ناصر بن خلفان المزروعي في المركز الرابع. هذه الأربع المراكز الأولى، ولكن شوف التنافسات، شوف إصدار الأوامر، شوف اللي وصل كذلك. يا سلام، هذا هو هرمز حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري، بدأ يتحرك بن ياعد، لحقهم في الأمتار الأخيرة، انطلق بالمركز الأول، غير قلب موازين الشوط، هرمز على المركز الأول، حمد بن عبد الله بن ياعد الحميري يعلن الفوز ويعلن التحديات، شعار كذلك يعرف طريق الناموس والفوز. تهانينا لك يا بن ياعد، تهانينا على فوز هرمز. حمد بن عبد الله بن ياعد الحميري يعلن الفوز في الأمتار الأخيرة ويقدم لنا هرمز في هذا الشوط. المركز الثاني مهدي محمد بن خميس بالصوب، المركز الثالث أحمد بن مظفر بن منانة، أحمد بن مظفر بن خموشة العامري ياتي في المركز الثالث. المركز الرابع يا رعم صيح، المركز الرابع هذا مكلف لسعيد بن مرزوق بن منصور المنصوري، والمركز الخامس نعود إلى التوقيت الزمني. مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذا المسار الذي حضاب بن ياعد مع هرمز في الأمتار الأخيرة في هذا المسار وهذا التحدي الجميل، 7:35.3 من الثانية. تهانينا لمالك هرمز حمد بن عبد الله بن خليفة بن ياعد الحميري على هذا الفوز. المركز الثاني، نشوف توقيت المركز الثاني، هذا في توقيت زمني مقداره 7:36.3 من الثانية. هذا مهدي لمحمد بن خميس بالصوب الاكتبي من حل في المركز الثاني. المركز الثالث، نترقب وصول الثالث، نشوف على شاشة التلفزيون المركز الثالث من وصل في نهاب في 7:37 بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك أحمد بن مظفر بن خموش العامري على الفوز بالمركز الثالث، تهانينا للجميع. تهانينا الكرام، متابعينا الكرام، وهي الانطلاقة لشوطنا هنا المنطلق، هو الشوط 17 في مجموعة أشواط صباح هذا اليوم، شوطنا 17 الخاص باللقاية القعدان هنا المهجنات الأصايل ضمن أشواط